منتخبنا أصبح الآن على يمين السادة المشاهدين، والمنتخب الأندونيسي على يسار السادة المشاهدين. يلعب لمنتخبنا في حراسة المرمى في مباراة اليوم خالد تميم، في خط الظهر سليمان الرشودي وعبد الله الأحمدي وعدنان عبد الشكور وسلمان القريني، في خط الوسط يلعب فؤاد أنور وعبد الله الحمدي وسعود الحمالي، في خط المقدمة يلعب جبرتي علي وخالد الرويحي ووليد الطرير في بانكوك. يأتي إيفو أرديس أورتمان مدرب الفريق، والأستاذ حمود رشيد السلام ساعد مدرب الفريق، وساليو ماسيلي سانتوس مدرب الحراس، وطارق صادق الشرقاوي أخصائي العلاج الطبيعي، وعلي علي صالح المترجم. وخالد الرويحي هجمة، خالد الرويحي صوب وتصطدم تصطدم تصطدم وليس الكرة خطرة، لكن حصلوها المنتخب الأندونيسي. سليمان القريني بيأدي اللعب، بيلعبها باتجاه سعود الحمالي، سعود الحمالي باتجاه وليد الطرير، حاول يعدي وليد، حاول يعدي وليد، ياخذها منه ساتوموتو، يطلعها خطا 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 روحي هول سجل هذا برتي بالهدف هول. حلوه حلوه، مجهود جميل، مجهود جميل من خالد الروحي، قطع الكرة لعبها عكسية باتجاه جبرتي علي جبرتي، يلعبها بيساره ناحية يسار سوكابرن، تعلن الهدف الأول لمنتخبنا في الدقيقة 7، هدف لمنتخبنا في الدقيقة 7. جول جميل، جول جميل يسجله جبرتي في الدقيقة 7، الهدف الأول لمنتخبنا، الهدف الأول لمنتخبنا. خطأ، وعلي صنعان حينفذ، يعلي راسه خارج الملعب، خارج الملعب، ضربة مرمى لصالح منتخبنا، ضربة مرمى لصالح منتخبنا. يلعبها على طول طويلة وعالية، يقطع سليمان القريني، حاول يحصلها سعود الحمالي، يقطعها منه وثمان، لكن حصلها سليمان مرة أخرى، يلعبها باتجاه سعود الحمالي، سعود الحمالي تمريرة بينية جميلة باتجاه سليمان القريني، حاول يحصلها سليمان، لكن يطيع عليها أغوسو، فخطرة المرمى، الله يا سلام يا سلام يا سيد يا سيد، كورة حلوة حلوة ملعوبة بيطارو في الزاوية الثانية، العدد الثاني لمنتخبنا. حلوة يا وليد، حلوة يا وليد، وإن شاء الله يجيبوها بالبطيء عشان نتمتع بالهدف الجميل اللي سجله وليد. يا سلام يا سلام يا وليد، والهدف الثاني في الدقيقة 20 أو 22 من زمن الشوط الأول هو وليد، جول سينمائي، جول جميل سجل وليد يساره، والجمهور السعودي فرحان، الجمهور السعودي فرحان بالهدف والشعارات اللي وزعتها السعودية واضحة وباينة على جماهيرنا، هي اللي تميز جماهيرنا عن الجماهير الأمريكية، شعارنا الأخضر الأبيض أيضا مميز، وتلعب هجمة هدر واحد جميلة يا سلام، حلوة حلوة، وليس كرة في الملعب، يعلي علي خالد الرويحي، والله خارج الملعب، خارج الملعب من سليمان الرشودي، هجمتين ثلاثة حلوين حلوين لعبها خالد الرويحي، مرة واثنين من فوق راس رقم أربعة بوينتو، لكن تعدي سليمان الرشودي شوطة وتطلع خارج الملعب. اتجاه عبد الله الأحمدي، عبد الله الأحمدي لاعب نادي الاتحاد، وعبد الله الحمدي لاعب هجر، عبد الله الحمدي يلعب الوسط، وعبد الله الأحمدي يلعب في خط الظهر، وهجمة الله خارج الملعب، خارج الملعب صوابها سعود الحمالي جميلة قذيفة صوابها، لكن تعدي في جنب الشبكة الخارجي، خارج الملعب ضربة مرمى لصالح المنتخب الأندونيسي. عبد الشكور، نان عبد الشكور دور زميل، كل المنتخب الأندونيسي راجع للخلف،
محاولة تحقيق مواقعه، ومنتخبنا يبحث عن الثغرة، منتخبنا يبحث عن الثغرة في تمريرات عرضية تلعب جمال قريني اتجاه ماجد الصفيل، أصل عبد الله الحمدي، عبد الله الحمدي لاعبها الجبرتي لنقل جهة اليمين، جبرتي عدي، جبرتي عدي بتمريرة عرضية مستغلة خارج الملعب فوق العارضة حلوة جميلة، والجماهير اللي بتساند منتخبنا واضحة معاك على الشاشة، واضحة معاك على الشاشة، و مع واين تريما في صافرة من حكم المباراة ورمية سماد على منتخبنا، نفذ على طول جبرتي لاعبها الحوض الحمالي لجبرتي، ماشي جبرتي الكرة معاه، ماشي جبرتي حلوة، جبرتي حلوة، جبرتي جبرتي يا سلام جبرتي هاتف، وين لسه كرة خطرة وباتجاه ماجد الطفيل اللي نزل بدل وليد الطفيل، ماجد يعلي عبد الرحيم راسه لسه كرة في ملعب تيتم يطلعها بعيدة باتجاه سليمان الرشودي ويقبض عليه رقم 9 ويطلعها منه منتخبنا، وسليمان الرشودي عدنان عبد الشكور من سليمان لاعب من سليمان جميلة الله يا خالد، كورة جميلة ملعوبة من سليمان الرشودي باتجاه خالد المواجه للمرمى يلعبها بيمينه بطل قدمه راشد العدلي خارج الملعب على يمين تعتبر ضربة مرمى لصالح المنتخب. وان تريما سوريا الأثمان، سوريا الأثمان ومعاه عبد الله الحمدي بتعبه خالد روحه جميلة يا سلام، جبرتي جبرتي حاول عدي، حاول عدي جبرتي يطيح فوق وطيح فوق، لسه كورة مع جبرتي، لسه كورة مع جبرتي يعكس لكن حصلها وكبار يحصلها وكبار انتهى الوقت الاصلي، واحنا نلعب في الوقت بدل الضايع من زمن الشوط الاول، ومنتخبنا متقدم بهدفين مقابل لا شيء للمنتخب الاندونيسي. يا سلام يا سلام يلعبها، وفي هذه اللحظه يطلق حكم المباراه احمد حكيم من دوله الامارات العربيه المتحده معلنا عن نهايه الشوط الاول بتقدم منتخبنا بهدفين سجلهما جبرتي علي جبرتي ووليد الطريق. حتى ألقاكم مع بداية الشوط الثاني، لكم مني ومن كامل أعضاء البعثة أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلعب الكرة الرحمالي أصلها جبرتي حاول يعدي ويعدي يا سلام يا سعود، يا سلام يا جبرتي تفاهم اللي بين سعود وجبرتي عكس الكورة، لكن يطلع ستموتو طلع براسه بس الكورة مع سلمان القرني يعدي يا سلام يا سلمان، صوبة تصطدم تصطدم في رقم 3 وكمان يطلع ضربة رسمية، ضربة رسمية لصالح منتخبنا، وسعود الحمالي نفذ على طول اتلعب باتجاه واين تريما، واين تريما يلعب الكرة باتجاه سوتامان، سوتامان بارد له رقم 14 رايستو وين تحصل من حصلة ثاني، حصلة ثاني طلع خالد طلعة جميلة من مرمى وحاول يختلف الكرة لكن طاحت منه مرة أخرى، لكن قدر يحصلها، قدر يحصلها خالد أبنى حتى الدقيقة الثامنة. عدي حلوة، عدي حلوة بعد ما لعبها فؤاد أنور براسه لكن تعدي خارج الملعب، ضربة مرمى صالح المنتخب الأندونيسي، نفذ على طول سوريا الأثمان، سوريا الأثمان لاعبها باتجاه واين تريما، واين تريما مقطوعة من عدنان عبد الشكور، حاضر يروح، حاضر يروح جبرتي، الله جبرتي عدي جبرتي عدي حلوة ماشي جبرتي هيعكس هتروح حلوة 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 يسجل سعود الحمالي الهدف الثالث دقيقة 10، سعود الحمالي يسجل الهدف الثالث، سعود الحمالي
الثالث الدقيقة 10 شوط شوط عدي وتحصل عود الحمالي ينام على الكورة وبيمين الرقاد عدي حارس المرمى والشباب انطر على طول سوريا الأثمان سوريا الأثمان لعبها في واين سيما خارج الملعب في المرمى لصالح منتخبنا كوكابار تلعب رقم ثلاثة ثمان مقطوعة من جبارتي باتجاه سعود الحمالي وهجمة منتخبنا جهة اليمين سعود الحمالي خالد الوحي حاول عبد الخالق دقيقة 15 من زمن الشوط الأول الشوط الثاني عفوا وأربعة لمنتخبنا يا شيخ المنتخب الأندلسي الهدف الرابع في الدقيقة 15 شوف شوف خالد بور جسمه جهة اليسار وراح جهة اليمين ويحاول إنه يموع الحارس مرة أخرى ولعبها بيسار وبطن قدمه اليسار على يسار سوكابار تعلن الهدف الرابع علي صنعان اقطع منه سعود الحمالي جبرتي جبرتي ماشي ماشي جبرتي جبرتي ماشي اترك على سعود صوب سعود لكن خارج الملعب ضربة مرمى اربع اهداف لصالح منتخبنا لصالح منتخبنا المقاتل لعب على طول جاء المرمى ويطلع على حارس المرمى ويحصلها على طول المرمى الله يا سعود ماشي هتتعوض ان شاء الله يا سعود ماشي خارج الملعب ضربة مرمى لعب على طول الرقم ثلاثة وكمان بالإضافة إلى تأهل منتخبنا للناشئين لهذه النهائيات هناك فوز كرة السلة ببطولة كأس الخليج لكرة السلة وخطأ لصالح المنتخب الإندونيسي صوب الحارس ضربة يا سلام يا خالد يا سلام يا خالد وضربة ركنية ضربة ركنية حلوة خالد حلوة صوبت من رقم 14 غاتسو لكن خالد انزلق واصطدم في قدمه وبتطلع ضربة ركنية فؤاد انور يقطعها سوريا الاثمان رقم 8 لاعب الوسط منتخب الماليزي مع الكوره يقطعها منه فؤاد انور عود الحمالي عود الحمالي عرضيه باتجاه خالد رويحي فؤاد انور يقدر يسوي فؤاد لعبها لعلي جبرتي جبرتي الله حلوه حلوه وجميله من فؤاد انور خذوهات لكن تصطدم وبتطلع ضربه ركنيه رفض ضربة ركنية على طول جبرتي في المرمى الله حلوة حلوة يا جبرتي حلوة كورة باغتة من مسافة حوالي 25 أو 22 ياردة يصوب يساره تحتلي القائمة والعارضة خارج الملعب ضربة مرمى لصالح المنتخب الأندونيسي والمجموعة باية تصدر الصين قائمة المجموعة وصل وجاء المرمى لكن خارج الملعب ضربة ركنية أخرى خالد العبودي حلوها خالد أبعى جيدة حلوها خالد بالراس اتلعبت من 600 لكن خالد العبودي قدر يطلعها من مرمى ضربة ركنية أخرى اتلعب على طول باتجاه سعود الحمالي جات اليمين وراء جبرتي هيلعبها جبرتي لا يتردد يلعبها سلمان فريني سوى المرمى الله حلوه حلوة يا سلمان حلوة جميلة ملعوبة من سعود الحمالي باتجاه سلمان الجريني يصوبها لكن حارس المرمى شاجر أو شاجر يطلع سعود الحمالي ينفذ تلعب باتجاه المرمى وهجمة خطرة تتصوب وخارج الملعب خارج الملعب وفي خطأ خطأ لصالح المنتخب الأندلسي هنا
متساويا مع البحرين بثلاث نقاط. وهجمة خطرة المتحمى وخارج الملعب، خارج الملعب، خارج الملعب، ضربة مرمى. أي أن هذه النتيجة تجعل منتخبنا يتصدر المجموعة الأولى متساويا بذلك مع البحرين بثلاث نقاط، ويتفوق أو يتصدر بفارق الأهداف، لأنه عندنا ثلاث أهداف جمعة عن المنتخب البحريني. وفي هذه اللحظة أعزائي المشاهدين أيها الأخوة في المملكة العربية السعودية، يطلق حكم المباراة أحمد حكيم من دولة الإمارات العربية المتحدة، معلنا عن نهاية لقاء منتخبنا للناشئين ومنتخب أندونيسيا. حتى ألقاكم في يوم الاثنين إن شاء الله، حيث مباراة منتخبنا مع منتخب كوريا الجنوبية. لكم مني ومن كامل أعضاء البعثة الذين يتمتعون بصحة جيدة.